كما أكد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى في تصريحاته لتن أنه يملك برنامجا طموحا خاصة للشباب، مضيفا أنه لا توجد منافسة شرسة بالانتخابات نظرا لإنجازات الرئيس السيسي الكبيرة. احنا طبعا لازم نحط في اعتباراتنا ان الرئيس بتاع السيسي له حجمه وله دوره وله شعبيته، ومش هنيجي نزايد على الحته دي. انما انا داخل ببرنامج مش داخل بانجازات، ما عنديش انجازات اقدمها، ولكن عندي فكر، وعندي فكر تنموي مهم جدا للشباب والسيدات، وعندي افكار جديده في فكره الراسماليه الوطنيه، نعمل دمج بين العلاقه بين اصول الدوله مع الشباب والاسهم، فهي منظومه متكامله وهتطلع في البرنامج بتاعنا وناس هتشوفها اليومين دول. فانا شايف ان المنافسه مش منافسه اشخاص ضد بعض، احنا كلنا نفس المدرسه نفس الاتجاه، كلنا 30/6، احنا كنا متكاتفين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت الثوره ووقفنا معاه في كل المواقف. فانا اعتقد ان دورنا هو مصر، هو بيدور على مصر وانا بدور على مصر.